المشكلة الأساسية أنك أنت اليوم انعدام هذه الخدمات، يعني أنت اليوم شلون تريد المواطن يكون عنده ولاء للدولة وللوطن ولا كهرباء عنده، لا مي، لا يقدر يبني بيت، لا عنده مستقبل، لا عنده شارع مبلط يقدر يمشي به، ما عنده أي شيء، ما شاف بناية جديدة تعمرت باستثناء مبنى محافظة، مبنى مديرية صحة. يزن احنا يعني بعد أن صار التحرير سمعنا قالوا الحكومة سوينا موازنات خاصة لهذه المحافظات، نعم، الدول الداعمة والمانحة بحيث صار صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، صندوق ودول تدبي فلوس، صحيح، وقال سوينا بحيث حتى تقارير الصندوق تقول كذا مشروع. هو بوري، إذا هذا البوري مزروف إيش قد ما راح تضخ مي أنت من البداية هذا القضية لا تؤثر، بالعكس راح يزيد البوق، بس أما الناتج اللي راح يوصل إلى المواطن هو ما راح يوصل، زين، لأنه أكو تحوير، هاي الفلوس اللي تجي ده تسرق كل هذه الأموال اللي تأتي. والمشكلة مو بس بهذه الحكومة المركزية أيضا تتحمل مسؤولية، والشريك الشيعي يتحمل مسؤولية كبرى أيضا، الشريك الشيعي يحامي هذول الناس، يحامي السراق اللي موجودين في هذه المحافظات، أنت لليوم ولا واحد تحاسب. هسا أنا أوك هذا الأمر ينطبق على كل العراق، بالعراق كله ما حد يتحاسب، بالعراق كله ماكو لا ثواب ولا حساب، ولكن المشكلة في هذه المحافظات إنه هذه ملفات واضحة، واضحة جدا هاي الملفات، تقارير ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، القضاء، وكلنا نعرف شلون صارت القضية، شلون تتحول إلى القضاء، وشلون هاي الناس تطلع، وشلون ترجع تتسيد على هذه المناطق وتتزعم هذه المناطق، شلون صار بالانتخابات،